مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، سلام بالجميع في حلقه جديده من حلقات مسار مهنتي. هذا البرنامج اللي بحاول انه يسهل على القادم الجديد وخاصه اللي عنده مهنه وبده يعمل في كندا، يعرف شو التفاصيل تبعت هاي المهنه ويعرف كيف يعادل شهادته او كيف يسجل في الاسوسيشن او المؤسسه المسؤوله عنه. طبعا كثير ناس بيجوا بيكونوا زي التائهين في البدايه لانه ما بيعرف وين يروح وين يجي، خاصة إنه مش شرط إنه يتقابل مع شخص بنفس المهنة أو بيعرف عن المهنة، يعني مش كل واحد بيعرف عن كل المهن. عشان هيك نسوي هذا البرنامج عشان نساعدكم، بدنا منكم دعواتكم، وإذا عجبكم شيء اعملوا شير لأصدقائكم واعملوا سبسكرايب للقناة. طبعا اليوم عندي ضيف عزيز من مقاطعة مانيتوبا، بحكي معاه دمي عندهم ثلج الله يعينهم، الأستاذ طلال بدوي. أهلا وسهلا فيك أستاذ طلال. أهلا وسهلا فيك دكتور، حياك الله، شرفتنا وحياك الله، وإن شاء الله نراكم قريبا في مانيتوبا يا رب. إن شاء الله، ميت أهلا وسهلا، بتشرفون والله دكتور. يا لو وسهل. بتعرف الناس بس شوي عن نفسك، يعني عشان يعرفوا مين طلال ويعرفوا شو أنت بتشتغل وشو اشتغلت في البداية، تفضل. أنا اسمي طلال بدوي أبو جواد، الأصل من فلسطين الأردن، مولود في السعودية، عشت حياتي كلها في السعودية في الرياض، بعدين انتقلت لجدة، تلقيت تعليمي الجامعي في الأردن، مختبرات علوم طبية التخصص الرئيسي الفرعي أو اللي هو السب سبيشاليتي اللي هي مختبرات طبية وتحليل طبية، أو تخرجت سنة 1999. قضيت بعدها، بعد التخرج رجعت على السعودية على الرياض، بدأت في العمل في مجال المختبرات ولكن كسيرفيس بروفايدر او كمزود لخدمه المختبرات. اشتغلت مع شركه بتزود المختبرات الطبيه بالماتيريال والاجهزه والابلكيشنز والسوفت ويرز والريجنت اللي هي المحاليل الطبيه. بعدها تنقلت من مرحلة لمرحلة، اشتغلت فترة معينة في مختبر في السعودية في الرياض، وبعدين طلعت من المجال لأني كنت بحضر للهجرة في هاي الفترة، وبعدها تركت السعودية وانتقلت إلى كندا. حصلت على درجة البكالوريوس، بس لتوضيح هاي النقطة، درجة البكالوريوس هي علوم طبية، التخصص مختبرات طبية وتحاليل طبية أو مختبرات وتحاليل طبية. هذا المجال أو هذه الشهادة بتخلي حامل هاي الشهادة في منطقة الشرق الأوسط أو في الوطن العربي يعمل في مجال المختبرات الطبية، اللي هي تستلم محاليل طبية أو تستلم عينات طبية من المرضى، وبالتالي بنعمل عملية تحليل لإلها ونعطي الطبيب تقرير بالنتائج المختبر، والنتائج هذه بناء عليها الدكتور بيبني تشخيصه للحالة المرضية. واضح، شكله في كندا بيختلف شوية صح؟ هلأ في تشابه كتير كبير، ولكن في كندا في ستاندردز أعلى، في يعني مثلاً احنا هندخل عليه استاذ طلال، هندخل عليه، بس انا بدي اسالك سؤال هيك صراحه بيني وبينك، يعني لانه هذا البرنامج بيهتم بمواضيع زي هيك، هل انت لما وصلت على كندا وجدت البحر طحينيه زي ما بيحكوا، وجدت المعلومات امامك سهله، ام عانيت قبل ما وصلت للمعلومه صراحه؟ شوف انا عجبني في تقديمك نقطة كتير كتير بصراحة، يعني لمست زي ما بقوله، لمست فؤادي أو لمست أحاسيسي ومشاعري لما أنت قلت اللي بوصل لكندا بيكون زي التايه، وهذا بالضبط أنا لما وصلت أنا كنت زي التايه. قبل ما أجي لا أخفيك، يعني أنا تقريبا قبل ما أجي برنامج الهجرة تبعي أخذ 4 سنوات تقريبا لحد ما خلص ووصلت لكندا، تقريبا 4-5 سنوات. ما خليت ويب سايت دراسة، يعني تقريبا حضرت دكتوراه في هجرة كندا، إني أنا أقرأ أو أدرس كندا فعليا، خاصة مقاطعة مانيتوبا واقتصادات كندا واقتصادات المقاطعات وطبيعة العمل، وضع العمل، المهن، الترخيص، الدراسة، المعيشة، يعني شوف
حتى أبسط التفاصيل من ناحية الأكل، الشرب، السكن، اللبس، كل هاي الأشياء عملت عليها دراسة في الأربع سنوات أو الخمس سنوات اللي قضيتهم قبل ما أجي. كنت أتابع فلوجات على اليوتيوب لفلوجرز بيحكوا عن الحياة وعن الدراسة في كندا والمعيشة. لا أخفيك، هاي الفلوجز هذه فادتني كتير في معرفة طبيعة الحياة وطبيعة الشيء اللي مستنيني في البلد هاي. ولكن ما كنت بصراحة مع كل التحضير وكل الدراسة هاي اللي أنا حضرتها وعملتها، ما كنت أتخيل حالي لما أوصل لكندا رح أكون زي التايه، خاصة لما أنا بدي أوصل للمهنة تبعتي أو لشغلي ولتخصصي عشان أنا أعرف أشتغل في مجالي وأعرف أترخص فيه. وصدقاً عفواً طعم كلامك، وصدقاً أنا لما وصلت لهاي المرحلة وصلتها بالصدفة، بالصدفة البحتة. في البداية طبعاً أول فترة أنا يعني أنا جيت ورجعت وبعدين رجعت مرة تانية استقريت لظروف الالتزام مع العمل بالشركة المؤخراً اللي تعمل فيها، فرجعت خلصت أموري وشحنت شوية عفش من السعودية لكندا وجيت استقريت في 2019. أنا كان اللاندينج تبعي ب 2018، ففي سبع شهور ما بين ما جيت عملت لاندينج خليت زوجتي وأولادي ورجعت على السعودية بعدين رجعت استقريت مرة تانية في كندا. حتى الشهر اللي قعدته هون أو الشهر أو 40 يوم تقريباً أنا قعدت، الأربعين يوم هدول ما كانوا كافيين إني أنا أقدر أعرف كل إشي عن الوضع من ناحية المهنة أو العمل. لما رجعت استقريت بال2019 بديت أتواصل مع الأصحاب والقرايب والناس المعارف الموجودين هون، يعني يا جماعة الخير أنا بدي أشتغل، يعني موضوع المختبرات ضبط ما عم بوصل لشيء مفيد أو نتيجة مفيدة في هذا الموضوع، ففيدونا بشغل. فنقطة بحب ألفت انتباهي اللي بده يجي لكندا أو اللي بخطط أنه هو يهاجر أو يجي يعيش في كندا، وهاي بصراحة فرقت معي كتير. حاول أنك تيجي وتحط رجلك في مكان إلك فيه معرفة. لو ما إلك معرفة أو قرابة أو صداقة، حاول تخلق لنفسك هاي المعرفة أو القرابة أو الصداقة أو whatever it is أو مهما كانت هاي الشغلة، لسبب رح تفرق معك كتير. أنا بصراحة فرقت معي. اللي خلاني أختار مانيتوبا وآجي أحط رحالي في مانيتوبا في مدينة وينيبيغ، إنه أنا سبحان الله هنا يعني تقدير ربنا، ولكن هي اللي حصل إنه أنا كنت بدور على مكان عشان يقبل هجرتي، فلقيت بروفينشال نومينيشن، فزوجتي بتقول لي إلها بنت خالة مقيمة في كندا، قلت لها طب دوري لنا عليها خلينا نشوف شو الوضع يعني. والله المهم دورت عليها لقت إنها هي مقيمة في وينيبيغ في مانيتوبا، حكت معاها قالت لها إحنا بدنا نقدم هجرة على كندا، قالت لها أهلا وسهلا تعالوا، احنا انا بدي حدا من قرايبي اللي يعني كون يعني يعني عيله يعني هنا. فهاي النقطه اللي فرقت معي لما جيت انا هون وجدت انه هاي الست متزوجه من شخص هو وعائلته مهاجرين لكندا من 50 سنه ومؤسسين في مانيتوبا، مش عيله، مؤسسين كل القرية وكل المدينة من فلسطين جايبين. خلاص عرفت. سبحان الله النصيب الجماعة هذولا، يعني أنا لو ما توفيق ربنا وهذول الناس، الزلمة ما عمره بحياته بيعرفني. فزوجته بتقول له بنت خالتي بدها تهاجر وزوجها بده كفيل فاميلي سبونسر، قالها أنا موافق. قالت لها طب، قالت له هو يعني فاميلي سبونسر ما فيها يعني التزام مالي او عائلي يعني حكومي او قانوني، او قال لها شوفي انا مستعد مالي حكومي يعني قانوني شو ما بده انا جاهز يعني. بده يجي حدا من طرفك انا جاهز. يا سيدي كتر الله خيرك. هاي الحلوه في الناس اللي بتيجي على كندا، هاي الشغله انه هدول الناس بحبوا يساعدوا. لما انا جيت هذا شيء مهم. انا معك 100%. أنا لما جيت هون لقيت حالي بحب أعمل هيك. أي حدا بده يجي يا جماعة الخير أنا بعطيك معلومات، أنا بساعدك، بمسك إيدك، لأنه أنا لما جيت هون لقيت حدا مسك إيدي وساعدني. الرجال والله يشهد الله ما قصر، يعني
كل إشي من ناحية المدارس، الأكل، الشرب، السكن، يعني حتى أنت عارف اللي بيجي جديد هنا ما عنده كريدت هيستوري، الزلمة إجا كثير شغلات، كثير شغلات. يعني وقع معي قال لي خلاص تعال هيني أنا بوقع لك بعمل لك، بس والله ما خلى إشي إلا فتح لي بواب الاستقرار هنا. فهاي شغلة كثير مهمة إنك تلاقي واحد صحيح يمسك إيدك في البداية. طيب الآن نرجع لل يعني إحنا الافتتاحية اللي افتتحتها شيء مهم جدا حتى الناس يعرفوا إنه يمكن واحد يستفيد من هذا الفيديو ويدعي لنا بالخير إن شاء الله ولأهلنا ولموتانا وموتاكم يا رب. دكتورنا الغالي، الآن أنا سؤالي عن هاي المهنة نفسها. الفرق لو تحكي لنا سريعا الفرق بين هذه المهنة في الدول العربية بالأماكن اللي اشتغلت فيها سواء بالأردن أو بالسعودية والفرق في كندا بهاي المهنة. شو في فرق أنت وحظته ولماذا في صعوبات في المعادلة والموضوع هذا؟ تفضل. شوف المهنة باختصار عشان الناس يعني تكون للي مش فاهمة بالضبط أو عارف اللي هي مختبرات طبية، ترى إحنا يمكن ما حكيناش عن إيش المهنة بالضبط، فهي تعريف بسيط للمهنة. إحنا مهنتنا بتشكل من قرار الطبيب لتشخيص المريض أو لتشخيص المرض حوالي تقريبا من 70 إلى 80% حاليا، لأنه الطبيب لما أنت بتروح له عندي مرض أعراض برد، أعراض البرد بتنشاف، ولكن لما تروح تقول له عندي مغص، طب خد دواء مغص؟ لا، الأيام هاي ما عادت، يعني دواء مغص هاي مش هاي كانت 50 سنة لورا. حاليا المغص ممكن يكون له أسباب كتيرة، فالطبيب اللي عارف شغله لما بقعد مع المريض بسمع منه وبحاول يعمل له فحص سريري لازم حاليا يعمل تحليل طبي. التحليل هذا ممكن يكون الله يكرمك ويكرم الجميع اللي هي بول براز أو دم. فبالتالي الأخصائي المختبر لما بتجي العينة توصل للمختبر وبيبدأ الشغل عليها حسب طبعا توقع الطبيب لهذا المرض، فبالتالي البروسيجر بيمشي انه هذا فحص دم، بدنا نشوف اذا هذا المريض عنده التهاب ولا لا، شو الكرايتيريا للفحص تبعه، وبالتالي بنقدر نعرف هذا المريض شو التشخيص. احنا دورنا كاخصائي مختبر بين الميدل ايست، عفوا اني اشتغلتها بس بالسعوديه، بس بين الميدل ايست تقريبا، انه الميدل ايست فيه تشابه كتير بينه وبين بعضه، وفي فرق كتير كبير كبروسيجر، مش ك يعني ك ك ك يعني مثلا احنا عندنا في المختبر في الميدل ايست انا ممكن اروح انا كاخصائي المختبر اسحب عينه الدم، اروح اسجل المريض، المريض عندي دخل تسجل خلاص دخلت العينه، ممكن اروح اعمل لها بروسيس حسب الكادر اللي موجود عندي. حاليا هون احنا كمهنه مختبرات طبيه في كندا اخصائي المختبر مش شغلته يروح يجيب العينه هون، هو شغلته يقعد في المختبر لانه هو دوره كتير 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 كبير وكتير مهم، والخطأ عنده محسوب كتير عليه وعلى المختبر اللي بطلع النتيجة. وحتى لما يكون مترخص كأخصائي مختبر لما يطلع النتيجة بتطلع للشخص اللي أعلى منه، ما بتطلع النتيجة إلا لما الشخص اللي أعلى منه يعطي عليها سيرتيفيكيت، وهي أوتوميشن طبعا، فبتروح السيرتيفيكيت هاي دايركت للطبيب. هون الفرق، الحرص الشديد كتير على إنه المعلومة تنتقل من عند الطبيب انه هذا الشخص بدنا نعمل له هذا التحليل، وتروح للمختبر والمختبر يستلمها ويرجعها للطبيب. مراحل الكواليتي كنترول واللي هي ضبط الجوده، انه هاي الجوده الخدمه هاي يكون عليها رقابه شديده عشان نسبه الخطا فيها تكون معدومه، وهذا الحرص الشديد. أنا كنت أستغرب أقول يا عمي ليش هون في كندا بيطولوا؟ لما اشتغلت بالهيلث كير اكتشفت ليش. أنت هون كهيلث كير بروفيشنال ما فيك تطلع نتيجة وتكون مسؤول عنها بدون ما تعمل البروسيجر كامل
حسب ما هو مرسوم أو معطى لك من الهيلث أوثوريتيز. لأنه لو في نسبة خطأ صغيرة طلعت النتيجة غلط، أنت بتتحمل حياة بني آدم، ومش بس أنت، في وراك كادر كتير كبير هم بتحملوا معك هاي النتائج. فبالتالي صعب أنك أنت تطلع النتيجة بدون ما تكون متأكد 100% أنها هي هاي النتيجة الصحيحة لهذا الشخص. الايدنتيفيكيشن، احنا لما بنعمل ايدنتيفيكيشن او تعريف لشخص هنا ما بنعمله مره واحده، بنعمله اكثر من مره لنتاكد انه هذا الشخص، مع انه انت بتكون هذا الشخص بتكون سأله اول مره دخل لعندك وسحبت له عين الدم، اسمك، تاريخ ميلادك، عنوانك، فبيعطيك اياهم، بتاكدهم بالطابق على البطاقه الهيلث كير كارد وبتشوفها، وبالطابق اللي بيحكي لك اياه مع الـ مع الريكويزيشن تبعه، وبتتاكد انه هاي المعلومات متطابقه. لما بيجي اللي بعدك وبروح عند اللي بعدك، بيكون هو شايفه انه هو يعني قاعد معك بنفس الغرفه، بيرجع بيساله نفس الاسئله. طب ما دبل تشيك قلتوني اياها، ولكن هذا بروسيجر لازم يتنفذ. فهون هي الفكره، انه انت عندك رقابة شديدة على الخدمة وعلى جودة الخدمة. مش معناته إحنا في الميدل إيست ما بنهتم في هذا الحكي، لا بالعكس، حرام. من إحنا في الميدل إيست عندنا ستاندرد عالية وعندنا ضبط جودة، ولكن الخدمة عندنا مرتبطة بأنه أنت في عندك عدد كبير من الناس بدك تخدمهم، فبالتالي فتعمل سكيبينج لأشياء. انت خلاص اتأكدت من هذا الشخص، اوكي يلا اعمل الفحص للشخص اللي بعده، وبالتالي بتمشي اشياء كتيرة عشان تستقبل عدد كبير. هون ما بمشوها هاي، هون بمشوا بمبدأ احنا patient centered healthcare service، يعني انه المريض صاحب القرار، هو الشخص اللي بياخد قراره في صحته وفي علاجه، وفي انه يعني انت لما بتيجي لمريض تقول له انا بدي، انا فلان، لازم تعرف طبعا بنفسك، بتعرف بنفسك، بتقدم حالك، بتشرح البروسيجر للمريض، تقول له انا بدي اسحب لك دم. لو المريض حكى لا ما بدي، بترجع بتساله مره ثانيه. لو رجع حكى لا ما بدي، خلاص انتهى الموضوع، بترجع للطبيب تبعه، بترجع للممرضه تبعته، بتبلغهم بقراره وانتهى الموضوع. هو بعد هيك هم بتفاهموا معاه كطبيبه وكممرضته. هذا الحكي في الميدل إيست نوعا ما مش موجود. يعني إحنا في الميدل إيست عندنا الموضوع كتير مختلف. طيب دكتور، خلينا نكون المهنة هاي أنت اشتغلت فيها في كندا، أكيد لها حسنات وفي مهنات لها سيئات. لو هيك سريعا تشرح لنا الحسنات اللي شفتها في المهنة والسيئات أيضا، يعني هل في مثلا ستريس، هل عندكم شفتات ليلية، وريفر من وجهة نظرك يعني. تمام. هلا احنا كفنيين مختبر، في عنا تقسيم او فئات واختصاصات. يعني في عنا احنا اخصائي المختبر، في عنا فني المختبر، وفي عنا فني سحب الدم. فعشان هيك احنا هي الفكرة انه احنا مقسم شوي اكتر، ففي تخصصية اكتر. طبعا من حسنات المهنة إنه الهيلث كير بشكل عام وين ما تروح في أي مكان في الدنيا، خلينا نقول في نوع من الديمومة للحاجة للهيلث كير بروفيشنالز، وهي هاي حقيقة لا يختلف عليها أحد. هي هذه موجودة في 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 كل مكان على الكرة الأرضية، إنه دائما الهيلث كير في إله حاجة، أو في حاجة للناس اللي هي متخصصة في الهيلث كير. فهاي الشغلة ممكن نقول هي من حسنات المهنة. طبعا من 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 الشغلات اللي برضو كمان بتخلي الواحد انه هو يرغب بالعمل بالهيلث كير، الهيلث كير كقطاع له اهميته في كل مكان. اهميته مش بس في انه انت بتتعامل مع مرضى، ممكن انت بتتعامل مع ريسيرش، ممكن انت بتتعامل مع ابحاث في تطوير ادويه. يعني مثلا زي الناس اللي كانت شغاله على ابحاث الكوفيد مؤخرا، معظمها كانت شغالة من المختبرات، والمختبرات هذه هدول أخصائيين مختبر طوروا حالهم وأخذوا دراسات عليا في مجالات تشخيص المرض، واللي هي عزل الفيروسات وزراعة الفيروسات،
الكشف عنها عشان تقدر تشخص وتعرف شو هو هذا الفيروس وشو هو البيهيفير تبعه أو شو هي تصرفاته عشان تقدر تعالجه. فأنت عندك هنا إلك أهمية في القطاع الصحي أو في العالم بشكل عام، أنت كيف الناس بينظروا إليك. طبعاً في إلها بنفتس كتيرة، يعني أنت كهيلث كير ما بتكون، خاصة هنا في كندا أو في نورث أمريكا أو في أوروبا، ما بتكون الآن إنه والله أنا تركت شغلي ممكن ألاقي شغل ممكن ما ألاقي شغل. أنت كهيلث كير هنا بتحكي من مركز قوة، خاصة لما بتكون مرخص، إنه أنا شغال اليوم بهذا المستشفى، الشغل كتير، فيه لود كتير. طب شو اللود؟ بيجي مرضى كتير. طيب يعني شو، وين المشكلة؟ بصراحة أنا خلص تعبت وكبرت بالعمر، بدي مكان هيك رايق ما في شغل كتير. فبالتالي أنت كهيلث كير لما تترك المكان اللي أنت اشتغلت فيه ما حتواجه صعوبة إنك تلاقي مكان تاني. عشت في مقاطعة ما ناسبتك كتير من ناحية الجو مثلا أو من ناحية الخدمات whatever it is، يعني كان سواء مهما كان هذا العامل. فبالتالي أنت كأخصائي مختبر أو كهيلث كير بروفيشنال مرخص، الأبواب مفتحة لإلك وين ما بدك، فبتحس حالك في مركز قوة. من مساوئ المهنة اللي أنا ممكن بصراحة أركز عليها اللي هي موضوع الشفت أو الشفتات. طبعاً اللي بيشتغل في الهيلث كير بده يضحي أنت عارف، بده يضحي بالحياة اللي هي خلينا نقول الحياة الخاصة أو نوعاً ما هي طبعاً المهنة الطبية. يعني ما بيكون عندك وقت كتير مع أسرتك، يعني أنت دائماً مرتبط بجداول، جداول هذه بتحكمك، الجداول هاي جداول عمل. يعني أنا مثلا ممكن يكون عندي دوام ويك إند ببلش الساعة 7 الصبح، بدي أطلع من بيتي الساعة 6-6:30، ممكن أرجع الساعة 2:30-3:00-4:00. طب هذا ويك إند يا جماعة، أسرتي بدهم يطلعوا الحديقة، بدهم يطلعوا، بدهم يروحوا، بدهم يغيروا جو وكذا. أنت شغال بالهيلث كير، فأنت بالتالي بدك تضحي من وقتك الخاص لأنه أنت مرتبط بجداول العمل. هيلث كير العيب الرئيسي فيه انه هو لازم يضلوا شغال 24/7 بالكوادر اللي عندك، لازم توزع الشغل عليهم عشان تضلك شغال 24/7. خاصة بالكوفيد اكيد كان عليهم بصراحة، كان الوضع كتير صعب وكان كتير مرهق. كان كتير ستريسفول لانه حجم الشغل اللي انعمل، وخاصة عندنا هنا في كندا، يعني بغض النظر عن العالم كله، يعني العالم كله كان مضغوط في هذا الشيء، ولكن هون في كندا كانوا كتير مركزين، وحجم الشغل اللي انعمل حجم ضخم جدا 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 جدا. طيب سيدي، احنا بدنا نقسم الآن الموضوع لمعادلة الشهادة لقسمين. نعم. القسم الأول للشخص اللي دارس في دولة من الدول العربية أو برا كندا وبده يجي عادل شهادته، هذا اللي حنحكي عنه أولا. القسم الثاني للي بده يدرس، قد تعطينا بعض الفوائد. خلينا نبدأ بالقسم الأول. أنا درست في العراق، في روسيا، في الأردن، أحد هاي الدول، وجيت على كندا كمهاجر. كيف بدي أبدأ معادلة شهادتي؟ لو تعطينا إياها step by step عشان ما يضيع حدا زي ما ضاع غيرنا وإنت وكتير ناس في موضوع إنه نجد الخيط الأول. تمام. هلأ شوف، أنا هذه النصيحة اللي أنا يعني من تجربتي الشخصية بدي أنصح فيها الجميع اللي بخططوا أنهم ييجوا على كندا، ومش بس اللي دارسين مختبرات طبية، لجميع الأشخاص القادمين إلى كندا وبيحملوا شهادات. هي هاي مرحلة أساسية، ولكن يعني حنوصل فيها للمختبرات الطبية لأنه جزء كتير كبير من البروسيس هاي مشترك بين الجميع. البداية معادلة الشهادات قبل ما تطلع من بلدك أو من البلد اللي أنت عايش فيها. معادلة الشهادات هذه مرحلة كتير مهمة وكتير أساسية. مرحلة هاي تشمل معادلة الشهادات للهجرة. يعني أنا في البداية بدي أقدم هجرة، حيطلبوا مني معادلة شهادة، ولكن أنا اللي الشغلة اللي ما كنت أعرفها إنه معادلة الشهادة اللي طلبوها مني جنرال عشان الهجرة، إنك أنت مهاجر متعلم. أنا هذه ما كنت فاهمها النقطة، وهذه النقطة اللي أنا بدي أشرحها للجميع. لما تقدم على هجرة حينطلب منك معادلة جنرال، أوكي، which is
part of the process, do it, اعملها بهاي الطريقة. ولكن إذا أنت ناوي تكمل في تخصصك وفي مجالك، حاول تعمل المعادلة مفصلة عند نفس الأورجانيزيشن اللي أنت سويت معاها. الأورجانيزيشن هذه لما أنت فتحت الملف كمهاجر وبدك تقدم، هتلاقي سؤالين، واحد بيقول لك أنت مقدم مهاجر ولا مقدم دراسة. أنت حتقول له أنا مقدم مهاجر، فحيقول لك هذه تكلفتها هيك والبروسيس تبعتها 1-2-3، فحتمشي فيها. طيب خلصت منها، ارجع افتح اللينك تبع أنا مقدم دراسة، لأنه أنا والله مفكر حالي بس آجي على كندا، أو مفكر حالي بالمستقبل لما آجي على كندا بدي أرجع لتخصصي، بدي أرجع لمهنتي، أو بدي أشتغل في مهنتي، شو ممكن أحتاج؟ راح أحتاج هاي المعادلة. طب هاي المعادلة شو بتطلب مني؟ المعادلة الأساسية بتطلب منك Certificate of Graduation اللي هي شهادة تخرج، وترانسكريبت كشف علاماتك باللغة الإنجليزية. طب شو بتفرق عن المعادلة تاعت الدراسة؟ معادلة الدراسة هي معادلة تفصيلية، يعني المنظمة هاي حتطلب منك بالإضافة للترانسكريبت وهو موجود عندها ما رح تطلبه مرة تانية، والسيرتيفيكت موجود برضو عندها ما رح تطلبه مرة تانية، حيطلبوا منك كورس سيلابس، وحيطلبوا منك كشف علامات مفصل للمنهاج تبعك. كورس سيلابس اللي هو الشرح للمواد اللي انت درستها في الجامعة. فانت لما تقدم للمنظمة هاي كل الدوكومنتس اللي انت طالبها لتعادل شهاداتك تفصيلية، فبالتالي هي بتروح بتعمل لك معادلة الشهادة التفصيلية. هاي انا وين بحتاجها؟ بحتاجها لما اوصل كندا واقدم على، يعني مثلا انا كمختبرات طبية بدي اقدم هنا في كندا عشان اترخص للهيئة الكندية لترخيص المختبرات الطبية اللي هي Canadian Society for Medical Laboratory Science، فطلبوا مني معادلة شهادات تفصيلية عشان يعادلوا شهادتي عندهم. فعملت أبجريد عند الأورجانيزيشن وطلبوا مني الكورس سيلابس اللي هو شرح مفصل للمواد الدراسية تبعتي. هاي نقطة مهمة. لو أنا كنت عن طريق مؤسسة ويس، I think أنت سويت ويس. صحيح. أوكي. فأنا لو كنت موجود في الميدل إيست أو في الأردن أو في السعودية كان هاي طلعتها بسرعة، ولكن أنا لأني مش موجود أخذت معي هاي الشغلة 5 شهور. أنت هون في كندا لما تحسبها بالأرقام، عايش وبتدفع إيجار بيت ومصاريف معيشة وأقساط وتكلفة كتير عالية، 5 شهور تكلفة كتير عالية ما بتقدر تتحملها. فبالتالي هاي مرحلة كتير مهمة معادلة الشهادات. اللي بعدها شهادات الخبرة، وهاي نقطة كتير مهمة. إحنا كلنا بنقدم شهادات الخبرة تبعت الهجرة. طيب شهادات الخبرة تبعت المعادلة بتختلف؟ هي ما بتختلف كتير، ولكن هي بتحتاج تفاصيل أكتر بدقة يعني. طبعا خاصة في المهن الطبية، لأنه في المهن الطبية بيطلبوا منك عدد ساعات العمل اللي أنت اشتغلتها، ولكن شو التخصص اللي أنت اشتغلته، شو نوع التكنيكس اللي انت اشتغلتها، عدد الفحوصات اللي كنت تشتغلها يوميا، البروسيجر البروتوكول، كل هاي التفاصيل بطلبوها. المستشفى اللي انت درست فيه او اللي انت عملت فيه التدريب تبعك، شو البروتوكول تبعه، عدد ساعات العمل كمختبر، الشفتات اللي انت داومتها، المبدأ اللي بيشتغلوا عليه، شو التكنيك اللي بيشتغلوا عليه، هاي كلها تفصيلية جدا بتهتم فيها الهيئة أو النقابة تبعت المهنة هاي، لازم تحصل عليها علشان تقدر تعادل لك شهاداتك. ممتاز. إذا صار عندنا شغلتين، الخبرة والشهادة تقريبا، هدول الشغلتين. صحيح. هدول لمعادلة الشهادة. طيب أنا جاي جديد على كندا بدي أعرف حالي قبل ما أروح على كندا، هاي مهنتي regulated ولا non-regulated؟ زي ما حضرتك عارف انه المهن الريجوليتد في كندا اللي هي المهن الهندسيه، المهن الطبيه، المهن اللي إلها منظمه او اللي إلها نقابه، خلينا نقول عندنا بمفهومنا بالوطن العربي مختبرات الطبيه إلها نقابه، الاشعه والتمريض وكل والبايوميديكال انجينيرينج، الهندسه، الطيران، كل المهن اللي احنا بنتكلم عنها هاي إلها نقابات. فبالتالي انت عشان تقدر تشتغل هاي المهنه لازم تترخص في نقابتك. طيب النصيحة المهمة لما بدك توصل لكندا، قبل ما توصل لكندا حاول توصل لهاي النقابة.
النقابة هاي قسمين، قسم لكل كندا Canadian Society for Medical Laboratory Science لكل كندا. طب أنا في مانيتوبا College of Medical Laboratory of Manitoba، هاي بارتنر مع هاي، شريكة لهاي. أنا عشان أكون مرخص في الكنيديان سوسايتي وأقدم امتحان الكنيديان سوسايتي عشان أكون أترخص في مهنة المختبرات الطبية، بعدها أو أثناءها لازم النقابة في مانيتوبا تكون تعرف مين طلال، وبتعرف طلال وين في أي مرحلة. طيب طلال قدم للامتحان، جاهز يقدم الامتحان، قدم الامتحان نجح، بده يترخص عند الكنيديان سوسايتي، بس برضه كمان بده يترخص عندي لانه في تامين على الشغل تبعه، لازم برضه بده ينعمل عندي. فبالتالي هي كلها على بعضها هاي بتكون يعني بهمية بتترابط مع بعضها في 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 تبادل المعلومات وفي التراخيص. يعني انا ترخيصي في مانيتوبا بيرشحني او بيأهلني اني انا اشتغل في مانيتوبا فقط، ولكن كمقاطعة بالضبط. ولكن انا لو قررت انتقل من مانيتوبا ببلغ مانيتوبا انه انا لقيت شغل مثلا خلينا نقول في اونتاريو في مسيساغا، لازم اتواصل مع النقابة في اونتاريو وابلغهم انا وين رايح. النقابتين هذولا من خلال Canadian Society اللي هي النقابة الأم لازم يكون في تواصل من خلالها، فبالتالي أنا بنقل ترخيصي من مانيتوبا لأونتاريو عشان ما أرجع أعمل الامتحانات مرة تانية، لأني أنا equivalent أني أنا أشتغل في كل كندا بموجب الترخيص تبع النقابة الكندية. طيب اختبار اللغة الإنجليزية هل هو شرط؟ طبعا في بعض المهن بيشترطوا، المهن الطبية كلها بتشترط امتحان اللغة الإنجليزية. امتحان مستوى معين ولا مستوى معين؟ طبعا. هلا شوف أنا بدي أحكي شغلة كمان، أنا لأني لما جيت عملت امتحان الجنرال تبع الآيلتس عشان الهجرة، وبرضو ما كنت عارف إنه حينطلب مني امتحان للغة الإنجليزية اللي هو الأكاديميك، وأنا عارف إنه الأكاديميك مش سهل وإنه هو صعب جدا، ولكن بقول أول عن آخر لازم الواحد يعمل. والآيلتس هو عبارة عن امتحان، إذا أنت عندك خبرة فيه كويسة بتجيب السكور المطلوب، فهو بده خبرة. طب الأسوشيشن هاي أو النقابة هل بتحدد؟ والله أنا أنت درست مثلا في الأردن خلينا نحكي مواد لا تعادل أو أقل شوية من مواد كندا، هل بتصير هاي الحالة ولازم تدرس مواد أكثر أو لا؟ صحيح. هلأ هو على الأغلب المعادلات هذه كلها بتنطلب من الواحد علشان ينعرف إيش المواد اللي هو درسها وشو مستوى التعليمي أو التدريبي المهني اللي هو وصل له، وهل هو equivalent للمستوى الكندي أو الستاندرد الكندي ولا لا. في نهاية التقديم لهاي المرحلة طبعا هي البروسيس، أنا كان يعني كان حابب إني أنا أشرح البروسيس إذا الوقت بسمح. تفضل تفضل. الله يسعدك. البروسيس تبعت المختبرات الطبية بروسيس طويلة، أنا بنصح كل شخص بده يدخل مهنة المختبرات الطبية في كندا قبل ما يطلع من بلد اللي هو جاي منها، يدخل على Canadian Society for Medical Laboratory Science CSMLS. CSMLS هي organization كندية لكل كندا ما عدا كيبك، كيبك لها organization خاصة فيها لأنها بتتبع المنهاج الفرنسي، ولكن في برضو في cooperation بينهم. لما يدخل الواحد على موقع csmls.org أو .ca، لما يدخل الواحد على هذا الموقع ويبدأ يشوف هو وين، أنت كinternational educated medical laboratory تكنولوجيست، طيب شو مطلوب منك عشان تعادل شهاداتك وعشان تقدر انك انت تمارس المهنة هاي وتترخص فيها في كندا. طبعا هم هنا مفهومهم للمختبرات الطبية قسمين، يعني هم اربع اقسام، ولكن هم قسمين رئيسيين: ميديكال لابراتوري تكنولوجيست اخصائي مختبرات طبية، وميديكال لابراتوري اسيستنت. Medical Laboratory Assistant هو مساعد مختبرات، يعني اللي هي المهام البدائية أو اللي هي المرحلة الأولى
في المختبرات الطبية، يعني سحب الدم، استلام العينات، تجهيز المواد في المختبر، كل ما يتعلق بمساعدة الأخصائيين المختبر وتوفير هاي المواد لهم. هاي المهنة هنا دخلها جيد جدا، وفي بعض المقاطعات لا تتطلب ترخيص، اللي هو الأسيستنت كأسيستنت. وهاي الشغلة أنا ما كنت أعرفها، أنا لما جيت هون عرفتها وبلشت أحاول أدور على شغل فيها، لأنه دخلها كمينيمم ويج ببلش تقريبا من $20 للساعة. كويس. Which is good. يعني أنت لما تيجي هنا وتعرف تفهم في السلم الوظيفي وسلم الرواتب وتشوف أنه والله $20 بالساعة، بتلاقي الدخل هذا جيد جدا نوعا ما لبداية أنك تقدر توقف على إجريك وتشم نفسك. طيب شو المطلوب؟ مطلوب أنه يكون عندك المهارات وتحاول أنك أنت تدخل في هاي المهنة. طيب هل إلها ترخيص؟ إلها ترخيص، إلها امتحان. عشان الواحد يقدر يقدم الامتحان لازم يقدم شغل اسمها معادلة، أو بسموها هم PLA Prior Learning Assessment. طيب أنا قبل ما أطلع من بلدي، نرجع لهاي النقطة عشان أنا أعرف النقابة شو بدها مني عشان أنا أترخص، بدخل على موقعهم بدور على حاجة اسمها Handbook أو PLA Handbook Prior Learning Assessment Handbook، كتاب 40 صفحة PDF فايل بنزله، وهم كاتبين بالصفحة الأولى إحنا بننصح أي شخص متقدم دارس برا كندا لهاي المهنة ومتقدم لمعادلة الشهادات والترخيص يقرأ الكتاب at least 3 times أو 3 مرات، لأنه فعلا البروسيس هي بروسيس طويلة وممكن تمتد من 6 شهور لثلاث سنوات لحين واحد يقدر يوصل للترخيص. يعني فيك تقول انك انت نص دكتور وبدك تقدم للبورد الكندي، عشان توصل لهاي المرحلة بدك تمر في اشياء كتيرة، معادلات كتيرة واختبارات وقصص كتيرة، من ضمنها امتحان اللغة الانجليزية. الفكرة هنا في هذه الـ PLA هي اللي بتتطلب المعادلات التفصيلية اللي احنا حكينا عنها في البداية، هي اللي بتتطلب كمان امتحان اللغة الانجليزية عشان يشوفوا مقدرة الشخص هذا هيقدر يتواصل في الهيلث كير سيستم ولا لا. الهيلث كير سيستم زي ما حضرتك عارف بتعامل مع البابليك، بتعامل مع الناس هنا بلغتها، لغتها العامية ولغة الشارع ولغة الناس حياتها الطبيعية، وبنفس الوقت بتعامل مع الناس اللي بتشتغل بروفيشنال في الهيلث كير وبتتعامل باللغة البروفيشنال وبتستخدم الميديكال ترمينولوجي. وهو لازم الواحد يقدم امتحان اللغة الإنجليزية عشان يكون قادر ومثبت لقدرته أنه بيتواصل باللغة الإنجليزية. طيب في بعض المقاطعات قلنا ما بتحتاج ترخيص للمساعد، أوكي فيك أنت تحاول تدخل في هذا المجال. المقاطعات اللي بدها ترخيص بدك تقدم على المعادلات هاي. الواحد بالبداية بده يسجل على موقع الـ CSMLS وبده يبدأ يدخل في تفاصيل الـ PLA مرحلة مرحلة ويشوف متطلباتها اللي هي شهادات الخبرة، المعادلات، امتحان اللغة الإنجليزية. طيب امتحانات اللغة الإنجليزية اللي أنا بقدر أقدم عليها إيش هي؟ هيجي واحد يقول لي والله الآيلتس صعب، أنا بدي بديل. في بديل، يعني مش ضروري الآيلتس. هنا في كندا بيعتبروا أو بيعترفوا بشغلة اسمها الكانتست، كانتست بالنسبة للغة الإنجليزية، وهو يعتبر شوي أسهل نوعا ما من هو كندي اصلا، هو الكنديان. في عندنا شيء اسمه توفل برضه يعتبر اسهل شوي كمان من الايلتس. في شغله انا بصراحه اكتشفتها وهي هنا في كندا برضه، ولكن هي اللي بصراحه يعني كانت بارقه امل لإلي. في اونتاريو في انستتيوشن اسمها ميتشنر عندها امتحان لغه انجليزيه معترف فيه هنا من قبل الكنديان سوسايتي فور ميديكال لابراتوري ساينس اسمه ميلا، ميتشنر English Language Assessment. طيب إيش هو الفكرة فيه؟ ميتشنر هي كلية متخصصة في المهن الطبية، يعني هي بس بتدرس مهن طبية. فهذا الامتحان معترف فيه في كندا للمهن الطبية، والحلو في هذا الامتحان إنه هو بيقيم الأربعة موديولز تبعت اللغة اللي هم السبيكينج والريدينج والرايتينج والليسنينج، ولكن بالهيلث كير الناس اللي بتعمل لك الاختبار هم هيلث كير بروفيشنالز.
هذا مش موجه للناس اللي هي دارسة هيلث كير. فبالتالي الهيلث كير لما انت تقدم امتحان لغة انجليزية بمجالك وبلغتك سهل انك انت تعبر وتتواصل وتشرح وتكتب وتقرأ في هذا المجال، فبتلاقي حالك المهارة تاعتك اعلى. فهذه وجدوا انه هم بقيموك على المستوى تبعك الحقيقي في الهيلث كير كهيلث كير بروفيشنال، فوجدوا انه هم اعطوا حق الهيلث كير في هذا الامتحان. فانا بصراحه يعني لا اخفيك انا لما قدمت تفاجأت بالنتائج اللي انا جبتها. يعني انا جبت في موديول 10 طبعا هو الكومبيربل للايلتس، انا بعتبر حالي جبت 7 في الاربع موديولز، لانه جبت 8 في 2 موديولز 8 8، وموديول الثالث جبت فيه 9 وموديول الرابع جبت فيه 10. ما شاء الله ما شاء الله. فما بذلت هالمجهود الكتير كبير اللي انت بتبذل او اللي الواحد المفروض يبذله مع الايلتس، فهاي كانت بصراحه بارقه امل. موضوع المعادلات فيه له تكلفه، التكلفه هذه بتكلف بحدود ال 2000 الى 3000 دولار، لانه فيها تصديق شهادات وفيها شهادات بدك تطلعها من بلدك من جامعتك من المستشفى اللي انت تدربت فيه، بالاضافه الى تكلفه البروسيس هاي الرسوم تبعتها. صحيح. الامتحانات بدنا نسألك عن الامتحانات، كم امتحان وشو رسومها؟ هلا في امتحان في البدايه البي ال اي بروسيس بتبلش لما الواحد بده يعملها، بده يعمل بروفايل له على موقعهم. البروفايل هذا فيه شغله بسموها البروفيشنال كومبيتنسي بروفايل، اللي هو زي الكويستشنير، زي حدا كانه بيعمل لك مقابله، بتعبي هذا الكويستشنير. هذا الكويستشنير بده تقريبا ساعه على الاونلاين. الكويستشنير هذا بيسال في كل اللي هي خلينا نقول السكيلز او الكومبيتنسيز تاعت الهيلث كير. هل انت بتتبع الاجراءات السلامه، انت شو بتعمل في الاجراءات السلامه، انت شو بتعمل لما بتتعامل مع الكيميكلز مع المواد البايو هازارد مع القصص هذه كلياتها. طيب هاي شغله. شغله ثانيه، في شغله بسموها اونلاين سيلف اسسمنت، هذا امتحان برضو بدفع الواحد له رسوم بسيطه تقريبا 50 دولار او 60 دولار، بيعملوا على الأونلاين. امتحان هذا فيه حوالي 120 سؤال أو 150 سؤال. الواحد لما يعملوا على الأونلاين هذا بيحدد، هذه البروسيس بتحدد للواحد مستوى، هل هو إكويفالنت للمستوى الكندي ولا لا، هل بيقدر يدخل الهيلت كير ولا لا. هم بيقولوا إذا أنت اجتزت هاي المرحلة بننصحك تكمل، ولكن إذا ما اجتزتها بننصحك انك انت تكونسيدر بروفيشن ثاني غير الهيلث كير وتبعد عنها. الكتب ايش تجهز لها ولا صعب؟ الكتب هي عادة من المجال، من خبرتك في المجال يعني. يعني اللي اشتغل في مجال المختبرات الطبية لما يشوف الأسئلة ما حيستصعبها، واللي قرأ في الهيلث كير في كندا حيلاقي انها هي عبارة عن أسئلة في مجال المختبرات الطبية. ما في ما في بانك لها question bank أو. لا. هي على فكرة الأسئلة كلها يعني لما تشوفها يعني هتلاقيها على جوجل للي بفهم فيها أو اللي شغال مختبرات طبية. يعني حيجي يقولك هاي البكتيريا، أنت شفت البكتيريا هذه مثلاً، أنا هحكي مصطلحات شوي بفهموها أهل المختبرات زي ما بقولوا. بنقول جرام بوزيتيف كوكاي، اندول نيجاتيف تيست، انزرعت على بليت بلاد ايجار، عملت على هيك، طلعت النتائج معك 1 2 3. حلو. البكتيريا ايش ممكن يكون نوعها؟ هذا سؤال تشخيصي بحت للي اشتغل في مختبرات المايكروبيولوجي. اللي اشتغل في المايكروبيولوجي او الاحياء الدقيقه بكون فاهم بالضبط هذا السؤال وين رايح وعارف كيف يجيب جوابه. كلير. فهاي هي نوعية الأسئلة. هي بتحدد وين أنت جوا الأريا ولا برا عن الأريا هاي كلياتها، لأنه في ناس بتكون تركت مجال المختبرات الطبية لفترات طويلة واحترفت مهنة تانية، فبالتالي رجعته لهذا المجال حتكون كتير صعبة. في ناس بتكون سهلة، في ناس بتكون كتير صعبة، فبالتالي بقولك يا عمي لا تتعب حالك وتتعبنا معك. أوكي. هاي هي. هلا إذا خلص كل هاي الأمور بعطول الترخيص؟ لا احنا هون احنا هون الفكره انا هلا انا لما عملت البروسيس هاي انا قلت لهم يا جماعه الخير انا هاي خبراتي، هاي دراستي، هاي كل إشي عن حياتي في مجال المختبرات الطبيه، اعطوني تقرير اللي هو البريور ليرنينج اسسمنت عشان اشوف حالي انا قديش ايكويفالنت في كندا
وين أنا أو شو لازم أسوي عشان أصير مرخص. نعم. فلما أعطوني تقرير قالوا لي أنت لازم تدرس برنامج عندنا هنا اسمه Bridging Program. أوكي. أو أنك ترجع تدرس دبلومة من أول وجديد. المختبرات الطبية هنا تدرس دبلومة على سنتين. مساعد المختبرات تدرس كدبلومة لمدة سنة أو 4 شهور، هي من 4 شهور لسنة. المساعد أنا بتكلم. المختبرات الأخصائي من دبلوم سنتين، سنتين ونص إلى 3 سنوات تقريباً، وممكن بكالوريوس 4 سنوات. فالتقرير هذا هو اللي بيحكي لأخصائي المختبر وين يروح وشو يعمل. يعني أنا إذا التقرير تبعي حكى لي إنه أنا لازم، أنا تقريري أنا لما إجا قال لي لازم تدرس بريدجينج بروجرام كامل 13 منهج لازم تدرسهم، وتجيب 13 شهادة إنك خلصت 13 مادة هدول. كل متطلبات المختبرات الطبية، لأنه تعليمي كتير قديم وخبراتي ما كانتش كتير كبيرة في مجال المختبرات. طيب، الشخص اللي اشتغل طول عمره في المختبرات هم بيقيموا خبراته كاملة وبيشوفوا هو إيش ناقصه، فممكن يجي يقولوا له أنت مطلوب منك منهج واحد أو اثنين ثلاثة. روح أنت قدم كورسات وجيب شهادات، وبس تخلص بتقدم الاختبار. وهذا اللي صار مع صديق لإلي هنا جاي من لبنان. الشاب طول عمره بعد ما تخرج شغال مختبرات، هو شغال في لبنان تقريباً 15 سنة مختبرات طبية. إجا قدم الشهادات الخبرة، قدم البروسيس، عمل امتحان اللغة الإنجليزية. أنا وياه عملنا، أنا تعرفت عليه في امتحان الميلة، عمل امتحان اللغة الإنجليزية، قدم شهادات الخبرة تاعت المختبر، قدم شهادات الدراسة، قدم كل إشي، رفع أوراقه كلها للCSMLS اللي هي الكنديان سوسايتي، دفع الرسوم وعاد يستنى التقرير. إجا التقرير قالوا له محمد أنت إكويفالنت لأنك تقدم امتحان الكنديان سوسايتي دايركت، المختبرات الطبية دايركت، مش مطلوب منك إشي نهائيا. الزلمة ما درس ولا ساعة في كندا إلا دراسته للاختبار فقط، ما انطلب منه أي إشي تاني. وفعليا قدم على موعد الاختبار، أعطوه كان أقرب موعد له بعد 3 شهور أو 4 شهور. فقدم على الاختبار، حجز موعد الاختبار، دفع الرسوم. الـ PLA بتكلف بحدود 2000، الرسوم كمان للاختبار حوالي $900. تمام. قدم وقعد يدرس، هو جاب كتب وماتيريال وصار يجمع من المستشفيات، الناس يروح يسأل أعطوني ريسورسز بقدم الاختبار، أعطوني مواقع في ريسورسز على الإنترنت. هي نفس الكنديان سوسايتي عم تعطي ريسورسز برضو من خلال موقعها. يعني الواحد لما يعمل ممبرشيب عليها ستودنت ما بتكلف هاي الممبر إشي كتير، يعني بحدود $100 بالسنة، ولكن بتعطيك أكسس على ريسورسز، كورسات، ماتيريال. في أسئلة امتحانات قديمة ممكن الواحد يشتريها أو يحصل عليها من الأونلاين ويدرس منها، يشوف كيف طبيعة الامتحان، طبيعة الأسئلة اللي بتيجي علشان يحضر حاله للامتحان. بعد هيك بيدخل الواحد الاختبار. هنا النقطة الفاصلة، الاختبار هو النقطة الفاصلة. الاختبار مش سهل بالمرة، أظن مدته 4 ساعات أو 3 ساعات، مش أقل من 250 سؤال في جميع ما يتعلق بالمختبرات الطبية. يعني أنت كأخصائي مختبر ممكن يجي يقول لك هذا المريض عمره هالقد، بيعاني من هاي الأعراض، نعمل له هذا الفحص، النتائج تبعته طلعت CBC positive في أرقامه كانت هالقد كذا كذا كذا، white BCs طلعت هيك، تشخيص المختبر الميكروبيولوجي طلع عنده هيك كذا كذا، شو التشخيص النهائي؟ cases يعني بعطوك، بيعطيك كيسز، بيعطيك هو، شوف هو بيعطي في كل الاشياء. يعني مثلا ممكن يعطيك في الـ في الـ في البيرسونال بي بي اي اللي هي الجلوفز وجاون وهاي القصص، ممكن يعطيك في الفاير، يقول لك والله مثلا في حاله الفاير انت ايش ممكن تعمل، في الكوميونيكيشن انت وزميلك حصل بينك وبينه خلاف، كيف بتحل هذا الخلاف، يعطيك الخيارات لإلها. انت شفت في فحص المجهري لعينة طفيليات، شفت الطفيل او شفت صورة لشيء شكله كذا وكذا وكذا، هذا الباراسايت او الطفيل ايش ممكن يكون. واضح واضح. فهنا هو الاختبار هذا في
كل إشي بيتعلق في هذا المجال. كل هذا الاختبار النهائي، هذا الاختبار النهائي لأخصائي المختبرات الطبية. إذا طلعت نتيجته بوزيتيف نجح. واحد بيقدم الاختبار وبتطلع النتيجة بعد 45 يوم. 45 يوم بقول لك ناجح أو راسب. طبعا هم الهيئة الكندية بتعطي لكل شخص متقدم لهذا الاختبار فرصتين. فرصة الأولى ما نجحت بيعطيك كمان فرصة. ما نجحت بيقول لك روح ادرس دبلومة وتعال كمان مرة. أوكي. ما نجحت بالفرصتين بيقول لك خلص ما أخذك حق بأنك أنت تدخل هذا المجال. واضح واضح. إذن إذا بتخلص تقدر تشتغل قديش تقريبا ساعتها كبروفيشنال؟ طيب إحنا حكينا إنه إحنا في مساعد وفي أخصائي مختبر. المساعد حكينا تقريبا $20 حكينا اللي هي $20 إلى $25 هذا الرينج تبعه إلى $26 في بعض المقاطعات. أخصائي المختبر بيبدأ من رينج كتير أعلى، ولكن أقل ويج في كندا اللي هي المقاطعات اللي هم مانيتوبا ساسكتشوان وهاي المقاطعات بيبدأ من $28 إلى $36 الساعة. الرينج الطبيعي المتعارف عليه في كل كندا تقريبا $32-$33 للساعة، وهذا يعتبر دخل جيد جدا أو يعتبر دخل ممتاز. يعني عشان الناس تفهم خاصة اللي برا، المينيموم ويج الحد الأدنى للعمل تقريبا $15 في كندا، فهذا يعني مستوى ممتاز يعني أتوقع إنه بعيش بكرامة وبجيد. صحيح. طيب خلينا نحكي عن الدراسة الآن. أنت بدأت تطرقت شوي للدراسة، حكيت لنا شوي دراسة، بدي أعرف كم كورس تقريبا. أنت بتحكي لي سنتين لسنتين ونص، ممكن 3 سنوات. هل هي كوليدج ولا بكالوريوس؟ لو تحكي لنا شوي عن الدراسة في كندا وتكاليفها. هلا لو الواحد مش دارس مختبرات برا، أو إنه دارس مختبرات ولكن حابب يرجع يدرسها مرة تانية لأنه هو كتير بعيد عن المهنة، فبالتالي بده يقدم من أول وجديد. دراسة المختبرات هنا عنا نوعين من الدراسة. إذا بده يدرس مساعد، أنا درست على فكرة دبلوم مساعد السنة الماضية. حلو. بس لا أقدر. هاي النقطة أنا بدي أحكي عنها كمان شوي، لأنه في صعوبة إنه الواحد يدخل الهيلث كير ويشتغل بالهيلث كير. فأنا لقيت من السهل، لأنه المعارف هنا مش يعني المعرفة بتفيد، ولكن يعني بتفيد لما يكون لك برضو كمان حدا بالهيلث كير ممكن يساعدك تدخل فيه. بس أنا معارفي هنا كلهم ما إلهم بالهيلث كير، فبالتالي ما قدرت من خلالهم أدخل على الهيلث كير. فاضطريت إني أنا أدرس دبلوم مساعد. الدبلوم هذا مدته 4 شهور عشان أنا أقدر أشتغل مساعد لحين ما أخلص البروسيس الطويلة تاعت معادلات الشهادات وأقدر أوصل لموضوع دراسة. لو أنا بدي ألغي هذا كله وأبدأ من أول وجديد عشان أنا أدرس دبلوم مدته 2 أو 2.5 أو 3 سنوات، بقدم لازم أقدم امتحان لغة إنجليزية، وهنا أنا بخسر موضوع الميلة، لأنه معظم الكوليج أو معظم الكليات اللي في كندا، في كليات وفي جامعات، معظمها كليات اللي بتدرس الدبلوم هذا أو اللي هي دبلوم المختبرات الطبية عشان يتخرج الواحد أخصائي مختبر. خلينا نقول هي من 2 إلى 3 سنوات، من كلية لكلية بتختلف، ومن منطقة لمنطقة بتختلف. الدراسة هاي يعني بدها متطلبات منها اللغة الإنجليزية زي ما حكينا، اللي هو الآيلتس الأكاديميك 7 في 4 موديولز. بالإضافة لهي موضوع اللي هي إنك أنت تقدم الشهادات للهاي سكول، وتقدم برضو كمان شهادات الجامعة إنك أنت دارس هذا المجال وليش حابب تدرس هذا التخصص، علشان إنك أنت تقدر تحصل على قبول في هذه الجامعة أو في هاي الكلية علشان تدرس مختبرات طبية دبلوم لمدة 2 أو 3 سنوات. إحنا بنتكلم قاعدين عن اللي هو دراسة المختبر، كدراسة. والدراسة هاي بتشمل كل إشي. يعني هم هنا الكلية خلص حتدرسك، من بتعتبر إنك أنت مش دارس أو عندك فكرة عن الموضوع، فبالتالي بيعتبروك مش دارس ولكن عندك فكرة عنه. فهم بدرسوك الدراسة هاي كلياتها كاملة بجميع موادها بجميع تفاصيلها بجميع تدريباتها.
الفكره هون قديش تقريبا بتكلف الدراسه فيه؟ يعني بدنا نحكي هيك افريج، لانه كليه لكليه بيختلف، انا متاكد. طبعا يعني انت بتتكلم في افريج بحدود ال $15,000. اوكي، عشان الناس تكون عندها علم. هلا بس في برضه كمان شغله بدنا نوه لها، زي ما حضرتك عارف انه اللي مقيم في كندا عنده صفه مقيم مهاجر، مقيم عنده اقامه دائمه، تكلفه الدراسه لإله اقل من تكلفه الانترناشونال ستودنت. فانا بتكلم ممكن يحصل على دعم وممكن برامج الدعم طبعا. فانا بتكلم عن تكلفه الدراسه بهذا الرقم لواحد بيحمل صفه مقيم بكندا مع اقامه دائمه وعنده برامج دعم، فبالتالي هذا الرقم لهذا الشخص. اللي بيجي من برا عشان يدرسها هذا موضوع مختلف تماما، حيكون او مش مختلف تماما بس التكلفه والاجراءات حتكون شوي مختلفه. طيب نرجع لموضوع الرخصه دكتور. هلا الرخصه اللي انت بتاخذها لطول العمر محتفظ فيها، ولا لازم تجددها كل سنه ولازم تعمل اللي هو ديفلوبينج كورسز والشغلات هاي اللي هي زي المهن الطبيه؟ كلامك مظبوط انه هو اللي بيحصل على الترخيص. يعني انت الان قدمت الامتحان وحصلت على الترخيص، مش مطلوب منك تقدم امتحان كل مره، خلص هذا الموضوع انتهى، انت مرخص. ولكن هاي الرخصه عشان تجددها وتحافظ عليها لازم انت زيك زي حالك حال المهن الطبيه الاخرى، لازم تاخذ دورات تطويريه او دورات تعليم مستمر CME hours بتجمعها كل سنه بحدود ال اي ثينك مش متذكر الرقم، ولكن بعتقد انه بحدود ال 40 ساعه 45 ساعه على السنه. دورات بيحضرها الواحد على الاونلاين، ممكن كورسات في المستشفى في الجامعات، حاليا كلها صارت اونلاين، بيحضرها الواحد علشان انه هو ياخذ فيها سيرتيفيكت اوف سي ام اي اورز ويقدر يجدد الترخيص. واضح. هي حتكون انت حالك حال التمريض، حالك حال الطبيب، حالك حال اي اخصائي في مجال الهيلث كير. هلا في سؤال دائما انا بساله، لانه هون في كندا معظم المهن لها تامين، سواء تامين على الاخطاء الطبيه او الاخطاء المهنه او تامين على الشخص، يعني اذا لا سمح الله صار معك حادث في العمل، هل هناك تامين لازم تدفعه ولا هو مشمول ضمن العضويه في النقابه؟ لا هو شوف التأمينات المخاطر مكان العمل هنا في كندا، النظام الكندي عنده نظام التأمينات تبعه، يعني أنت الراتب لما بيجيك راتبك بينخصم منه التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى التأمينات اللي هي مخاطر العمل أو في تأمين مخاطر العمل بالنسبة للهيلث كير. ولكن التأمين اللي لازم يحصل عليه الواحد من خلال نقابة المقاطعة اللي هو فيها، لأنه المقاطعة أو نقابة المقاطعة هي اللي بتكون إلها الأبر هاند على ضبط الأخطاء الطبية في المقاطعة عندها، فبالتالي المرجع هنا هي نقابة المقاطعة، فبالتالي هي نقابة المقاطعة اللي بيكون عندها الرخصة مع التأمين على الأخطاء. إنه هاي مرحلة كتير مهمة المرجعية هاي، بما انها regulated profession او مهنه مرخصه، فالمرجعيه هنا هي نقابه المقاطعه نفسها، فبالتالي التامين هنا من ضمن الباكج اللي بياخده الواحد من نقابه المقاطعه. واضح. سؤالي الاخير ويمكن هذا دائما انا بدهش فيه الجميع، كيبيك. ليش بتسالني كيبيك؟ لانه كيبيك دائما شفت أسئلتك. بصراحة دخلت على موقع كيبك قرأت عن الموضوع، فهم كاتبين، أنا يعني أنا ما فهمت كتير، يعني مع أنه أنا ماخذ كورس فرنسي وعندي نوعا ما فهم شوي للغة الفرنسية وبحب اللغة الفرنسية. هلأ كيبك لأنها بتخضع للنظام الفرنسي وهم بيعتبروا حالهم مقاطعة فرنسية مختلفة عن كل كندا، ولكن تحت منظومة كندا أو تحت اسم دولة كندا كل المؤسسات هذه لازم تتعامل مع بعض. فبالتالي قرأت ملاحظة على موقع الهيئة الكيبيكية أو الكيبيكواز أورجانيزيشن بتقول إنه اللي بياخد الترخيص في كيبك يحق له العمل في كل كندا بالتعاون مع الكنديان سوسايتي فور ميديكال لابراتوري ساينس.
طريقة التعاون ونقل الترخيص بين كيبك وباقي مقاطعات كندا، وكيف حتنتقل بين بين كيبك وباقي كندا عن خلال السي اس ام اس، ما فهمتها مظبوط بصراحة. حسيت البروسيس شوية بدها واحد يعني متخصص كتير يعني، وعنده لغة يعني، لأنها موضوع كتير صعب. يعني كيبيك اكيد اللغه الفرنسيه، لكن يس احنا دائما بنحكي انه شويه هي لها. دكتور انا تقريبا انا خلصت اسئلتي، ما بعرف اذا في عندك شيء حابب تضيفه للناس او اي نصيحه حابب تعطيها ما حكيت عنها او انا ما سالتك، تفضل نحن كلنا هذا صغير. نصيحة بصراحة لأي واحد حابب بيجي على كندا في مجال المختبرات الطبية أو الهيلث كير بشكل عام، حاول تعرف كل البيانات والمعلومات عن الكنديان سوسايتي قبل ما توصل كندا، عن المقاطعة اللي أنت جاي فيها والنقابة اللي بتخدم مهنتك قبل ما توصل لهاي المقاطعة. إذا أنت ناوي تشتغل في مهنتك راح تفرق معك كتير. أنا بصراحة فرقت معي كتكلفة وكوقت كتير كتير طويل، وما يعني في دائما شغلات بتطلع للواحد مش في الحساب، زي موضوع الكوفيد. أنا موضوع الكوفيد كلفني 5 شهور أو 6 شهور علشان أقدر أجيب ورقتين من الأردن. الجامعة مسكرة، بقول لك كوفيد، ما في جامعات، ما في حدا مداوم، فقعدت أستنى. المستشفى اللي أنا بداوم فيه، اللي كنت بداوم فيه أو اللي تدربت فيه من 20 سنة، بقول لك احنا مستشفى، احنا يعني مش هنفضل نطلع لك شهادة واحنا قاعدين بنتعامل مع كوفيد، مع كل هالعالم ومع كل هالدنيا، صحيح. ما تتوقعش حدا يرد عليك. فأنا هذه اللي ما كنت حاسب حسابها، هاي كلفتني 5 شهور، وزي ما قلت لك اللي هي الموضوع هذا فعلا مرهق. موضوع انك انت تيجي على البلد وتبلش، عن جد بتحس حالك ضايع. حاول تبلش قبل ما تيجي وانت على ارضك وبملعبك، هتفرق معك كتير. في كندا زي ما حضرتك عارف، انت تواصل بالايميل، الايميل هون شيء مقدس، حيردوا عليك. لو من وين مكان في الكره الارضيه بتبعت لهم ايميل، حيردوا عليك، حيشرحوا لك التفاصيل وحيقولوا لك شو المطلوب. لو سمحت اعمل المطلوب اللي بيقولوا لك عليه، لانه فعلا حيوفر عليك وقت وحيوفر عليك تكلفه. واعمل وراءك قبل ما تطلع من بلدك، لانه او البلد اللي انت عايش فيها، لانه والله عن جد هاي الشغله حتفرق كتير. حاول تتواصل وتجهز وراءك، هدول الشغلتين كتير مهمين، حيخدموك وحيخدموا اسرتك في راحتك النفسيه، انك انت عارف طريقك وعارف انت وين رايح وعارف شو بدك تسوي. الصدفه انا خدمتني هنا، اني لقيتها والله بالصدفه، يعني أنا لقيت على الموقع النقابة بالصدفة وبديت أقرأ ورفعت التليفون قلت لهم يا جماعة أنا أخصائي مختبرات بدي أدرس هذا الكورس. قالوا لي أوكي، معك بي آر؟ قلت لهم معي بي آر. قالوا لي أنت مقيم في مانيتوبا؟ قلت لهم مقيم في مانيتوبا. بعتنا الهيلث كير كارد وبعتنا البي آر، روح اعمل الإيفالويشن تاع اللغة الإنجليزية. بس وستيب باي ستيب. ستيب باي ستيب. دكتور يعطيك ألف ألف عافية، أبدعت ويعني تقريبا أنت أعطيتنا الغذاء الشافي زي ما بيحكوا. إن شاء الله ربنا يفيد غيرنا بما علمنا وينفعنا بما علمنا، وإن شاء الله رب العالمين تكون استفدتوا من هذه الحلقة، خاصة للأشخاص اللي بدهم يدرسوا أو يشتغلوا في المختبرات الطبية في كندا. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء اللي أنا أشكر الدكتور طلال بدوي على جهوده في التحضير، أنا عارف أخذت وقت منه عشان خاصة كبيك وما كبيك وهاي، فشكرا لك كثير دكتور على وقتك، وندعو لك دائما بالخير والتوفيق والنجاح، وإن شاء الله نشوفك بمانيتوبا قريبا. أشكرك كثير دكتور على استضافتي وعلى إتاحة الفرصة لإلي أني أنا أشرح عن هذا الموضوع. أنا مستعد في أي وقت، أي سؤال، أي حدا بده أي استفسار عن هذا الموضوع أنا مستعد، وإن شاء الله يعني نحتسب الأجر عند الله. الغرض أنه إحنا نفيد الجميع، هاي الخبرة إحنا اكتسبناها الحمد لله رب العالمين، قطعنا شوط كتير كبير فيها والحمد لله. يعني أنا كمان من الناس اللي عندي طولة بال وعندي جلد أني أنا أعلم وأشرح، وإن شاء الله أني أنا ما ببخل على حدا بالشيء اللي أنا وصلت له. يعني الحمد لله رب العالمين، يعني أنا هاي
الكلمة لما جيت هون سمعتها من الناس، اللي بيساعد الناس الله بيساعده. آمين. الله يساعده ويساعد الجميع. إنه إحنا نقدر نساعد الجميع. شكراً. بارك الله فيك دكتور. شكراً. أعطيكم العافية والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.